ما هي الروح؟ إنه سؤال يجب أن يكون كل فرد فكرة واضحة عنه، لذا سنعود إلى بداية الكتاب المقدس لأنها تحدد ماهية الروح وتساعدنا على فهمها. وسنقرأ الآية السابعة من الإصحاح الثاني من سفر التكوين، وقد ورد فيه: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وسوف نأخذ هذا النص ونقسمه على مراحل، وقد ورد فيه: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. والله قادر على صنع شيء من لا شيء. وورد في الكتاب المقدس أن بإمكانه نفخ الحياة في كائن بكلمة، إذن يتمتع بتلك القدرة. ولكن عندما أراد خلق آدم اكتفى بالإمساك بحفنة تراب، ومن ذلك التراب صنع آدم ونفخ فيه الحياة. وسوف نكتشف لاحقاً فيما نستعرض الكتاب المقدس اليوم لما مد يده وأمسك بحفنة تراب وصنع آدم، ولكن خلقه بالطريقة المذكورة. وعندما أراد خلق حواء، إليكم ما ورد في الكتاب المقدس بخصوص ما فعله: فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً، وبنى الرب الإله الضلع الذي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. إذن بما أن حواء صنعت من آدم وتحديدا من ضلعه، تصنف في الفئة التي ينتمي إليها آدم، أي أن أصلها هو التربة. التربة، لأنه صنع من التربة وهي من ضلعه، وبالتالي من التربة. لذا بخصوص السؤال عن كيفية خلق الإنسان، صنع كلاهما من تراب، هكذا خلقا. وعندما نلقي نظرة على بنية الإنسان، ولطالما ساءني القيام بالأمر، فعندما نلقي نظرة على بنية الإنسان لا نجد ما يجدر ذكره. وبإمكانكم إلقاء نظرة على اللائحة، وهي لائحة بالعناصر التي تشكل بنية الإنسان. وكما تلاحظون، جسمنا مكون من الأكسجين بنسبة 65%، أي بعبارة أخرى لسنا سوى كتلة تافهة من الهواء الساخن، وتلك هي الحقيقة. وفي الواقع لو استعرضتم اللائحة ستلاحظون أن نسبة الكربون تبلغ 18%، ونسبة الهيدروجين 10%، ونسبة النيتروجين 3%، وأخيرا بعض الكالسيوم والفوسفور والأملاح المعدنية بكميات ضئيلة. ستتبينون أن معظم جسمنا مكون من الهواء فحسب، لكن الله استطاع خلق الإنسان من الهواء. وقد ورد في الكتاب أنه يوم صنع الإنسان أمسك بحفنة من التراب ونفخ الحياة في الإنسان. حسناً، إذن إليكم أصلنا، ولا نفع من السعي لكشف أصل آخر، لأن الكتاب المقدس واضح بخصوص خلق الإنسان من التراب. فلنعد إلى النص: وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفساً حية. إذن نفخ في آدم نفس الحياة، فصار كائنا حيا. وبحسب ما ورد في الكتاب المقدس، مرادف كلمة نفس باللغة العبرية هو كلمة نشمات، وهي تعني نفس وريح ونسيم وروح، وجميعها كلمات تشير إليها. وعندما ورد في الكتاب أنه نفخ في آدم، فقد نفخ فيه نفس الحياة. ويجدر بكم أن تفهموا أن ذلك الكلام لا يشير إلى الأكسجين. فلعلكم فهمتم من عبارة نفخ فيه الله نفس الحياة أنه زوده ببعض الأكسجين، ولكن لا. أصغوا إلى الآية التالية: إنه ما دامت نسمتي في ونفخة الله في أنفي، إذن يتكلم عن روح الله أو نفس الحياة. وفي غرفة التوليد
إثر ولادة الطفل. ما لم يتنفس هذا الطفل وما لم يختبر نفس الحياة، قد يضخ الأطباء الأكسجين إلى رئتي الطفل طوال اليوم ولكن لن يحيا. إذن عندما نتكلم عن نفس الحياة نشير إلى ما يتعدى الأكسجين، إنه نفس الحياة وقدرة الله على وهب الحياة، إذ يمكنه أن ينطق وينفخ في الإنسان نفس الحياة فيصبح كائناً حياً. إليكم ما ورد في الكتاب المقدس: إذن خلق الله آدم من تراب الأرض وكان ممدداً عليه، وكان لديه عينان لا تبصران. عينان لا تبصران وأذنان لا تسمعان وقلب لا ينبض، ولكن نفخ فيه الله نفس الحياة وفجأة بدأ قلبه ينبض وصار قادرا على الإبصار والإصغاء. وقد ورد في الكتاب المقدس أن ذلك أحدث تغييرا، فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. والفكرة التي أحاول إيصالها إليكم هي أن المادة تتخطى حدود الأكسجين وهي نفس الحياة الذي يهبه الله. وأعود إلى النص ومفاده: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. وأفضل نسخة الملك جيمس القديمة، إذ ورد فيها: صار آدم روحا حيا. وإن كنتم تابعتم الموضوع الذي ناقشناه خطوة خطوة لعلكم تبينتم أن بعض العناصر على صلة به، ومنها الجسم الذي صنعه الله، ومن ثم نفخ فيه نفس الحياة فصار كائنا حيا حسب ما ورد في الكتاب المقدس. ولكن لم يرد ما يلي في الكتاب يا جماعة. اعرفوا أنه لم يذكر أن الله جلب جسما ونفس الحياة وروحا وجمع العناصر الثلاثة، لم يذكر ذلك، بل ورد فيه أنه جلب جسما ونفخ فيه نفس الحياة فصار روحا حيا. حسنا، والفرق شاسع. ولو أردنا تعريف الروح سنقول إنها مكونة من الجسم ومن نفس الحياة. إليكم بنية الروح. وبعبارة أخرى، كل واحد منكم روح، لأن لديكم جسما ولأن نفس الحياة يسري فيه، وبالتالي أنتم روح حية. فتلك هي بنيتها، وذلك في غاية الأهمية لأنكم روح. أصغوا بانتباه. يوم ولدتم، وكل شخص يولد على هذه الأرض لا يكون مجرد شخص يولد، كل شخص يولد على هذه الأرض لا يكون مجرد شخص يولد. وأينما كان، سواء ولد في أقاصي العالم غير المأهول، ومهما يكون، عندما يولد يكون مميزاً. دونوا العبارة: كل واحد منكم مخلوق مميز. وقد قال الله هنا: قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. إذن قال عرفتك قبل أن ترى النور. وقد عرفكم الله قبل مجيئكم إلى العالم، عرف كل واحد منكم، كما ورد في الكتاب المقدس أنه جبار وأن الإنسان يعجز عن فهمه، وأنه يعرف كل شعرة على رؤوسكم وأنكم مميزون. استمعوا إلى ما قاله داود عن الموضوع. أصغوا إلى ما قاله داود: لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض، رأت عيناك أعضائي
وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. إذن قال: رأيتني قبل أن أولد وأرى النور. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. إذن قال: عرفت من أكون قبل ولادتي. إذن أقول لكل واحد منكم، سواء كان حاضرا هنا الليلة أو يشاهدنا أو يستمع إلينا وأينما كان في العالم، الله يعرفك وأنت مميز. أصغوا إلي، فإليكم ما ورد في الكتاب: الرب يعد في كتابة الشعوب أن هذا ولد هناك سلاه. إذن الله يعرف مكان ولادة كل شخص، وبالتالي كل واحد منكم فريد تماما، وما من شخص يشبهه في مكان آخر في الكون، ولن يولد شخص يشبهه، فهو مميز. وبما أنه فريد وما من شخص يشبهه، قال سيدنا يسوع المسيح: سوف آتي وأدفع الثمن عوضا عنكم. فأنتم روح، وكونكم روحا تتسمون ببعض الميزات، وحمضكم النووي لا يشبه الأحماض النووية الأخرى، وبنيتكم الجينية مختلفة تماما عن بنى الآخرين. إذن أنتم فريدون، فريدون وأذكياء ومميزون، وبالتالي تستحقون الخلاص. وقد قال المسيح: كنت لأموت ولو لأجل إنسان واحد. وتلك هي الروح، وأنتم روح لأن لديكم جسما، ولأن نفس الحياة يسري فيه، كما تتسمون ببنية جينية فريدة ومختلفة عن بنى الآخرين، ما يجعلكم روحا. وبما أنكم روح، ولأن الله المحب الحكيم الطيب مد يده وخلق الإنسان ومنحه الحق، الحق بقول كلمة نعم أو كلمة لا، منحكم الله ذلك الحق، وقد ثار الإنسان على الله. وعندما ثار الإنسان على الله اختبر الموت، لأننا نحظى بالحياة بواسطة الله. ولو هجرتم الله سوف تهجرون الحياة يا جماعة، لأن الحياة تنبع منه. ونتيجة لذلك اختبرنا الخلق المعكوس، ببساطة الخلق المعكوس. والكتاب المقدس يصف الموت على أنه خلق معكوس: بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. وقد حضرنا جميعا مراسم دفن وسمعنا القصة يقول العبارة التالية: أنت يا إنسان من التراب وإلى التراب ستعود، أي أننا سنعود إلى التراب، وذلك هو الخلق المعكوس. إذن تعود أجسادنا إلى الأرض، أي أصلها. ولحسن الحظ ورد ما يلي: تحجب وجهك فترتاع، تنزع أرواحها فتموت، وإلى ترابها تعود. وإليكم ما يحل بنا، إذ يجردنا الله من نفس الحياة فنموت. والحاضرون هنا الليلة
ومن يشاهدنا يتنفسون، لكنهم يتنفسون لأن الله أذن بذلك، لأن بإمكانه أن يوقف تنفسكم بضربة من يده. إذن نتنفس لأنه يمنحنا الفرصة. وقد وردت في سفر الجامعة بعض النصائح الموجهة إلى المسنين خصوصا، قبل ما ينفصم حبل الفضة أو ينسحق كوز الذهب أو تنكسر الجرة على العين أو تنقصف البكرة عن البئر، فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. إذن نفس الحياة كما سبق أن ذكرت يتخطى نطاق الأكسجين، وعندما يموت الإنسان يعود نفس الحياة إلى الله، فهو الذي منحه أصلاً، لذا يعود إليه. ولكن لا تسيء الفهم، فذلك لا يعني أن النفس المذكور يشبهكم ويشبهني ويتسم بالذكاء، بل هو قدرة الله على وهب الحياة ويعود إليه. إذن يعود إلى الله الذي وهبه. إذن يعود إلى الله الذي وهبه. الخلق المعكوس ببساطة، لا تتكل على الرؤساء، ولأعلى ابن آدم حيث لا خلاص عنده، تخرج روحه فيعود إلى ترابه. في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره. ولدينا فكرة غريبة مفادها أن البشر لا يموتون فعليا، تساورنا تلك الفكرة. وعندما تجتازون الطريق، في أي اتجاه تنظرون؟ نحو اليمين أو اليسار؟ أثق بأنكم لا تعرفون الجواب. حسناً، تنظرون جميعاً نحو اليسار لأن العربات تأتي من الجهات المذكورة. ولكن في حال سفرتم يستحسن أن تتوخوا الحذر، لأنني شرفت على الموت عدة مرات فيما كنت أنظر إلى اليسار وإذ بسيارة تمر بقربي. إذن عليكم التنبه إلى وجهتكم. ولكن لنفترض أنني لم أتنبه إلى مقصدي وعبرت الشارع واصطدمت بي سيارة وأسقطتني أرضاً وأفقدتني وعيي. حسناً، هل سأكون متيقظاً؟ لا، بل سأكون فاقداً لوعيي وغافلاً بالكامل، وسوف يطلب الحاضرون عربة إسعاف فتأتي وتنقلني إلى المستشفى، حيث يتم إدخالي إلى غرفة العمليات وسيفحصني الطبيب ويقول هذا الرجل مصاب بجروح داخلية ويجب أن نخدعه لجراحة، وسيتصلون بطبيب التخدير فيأتي ويباشر حقني بالمخدر فأغفو. هل سأكون متيقظا؟ لا، لأنني سأكون نائما. وسوف يدخل الطبيب ويباشر الجراحة، وفيما يخدعني لها سوف يتوقف قلبي عن النبض وأموت، وإذ بي أصير عالما بكل الأمور. ها؟ لا لا، وورد في الكتاب أنه عندما يموت شخص يعود جسمه إلى التراب ونفسه إلى الله الذي منحه إياه وتتوقف حياته. وقد خضعت لجراحة منذ مدة وجيزة ولم تكن خطيرة، ولكن تم تخديري. وأتذكر أنني كنت ممدداً في غرفة العمليات وقالوا لي سنحقنك بدواء منوم، ولا أتذكر ما حدث بعد ذلك إذ فقدت وعيي بالكامل ولم أستعده إلا بعد عدة ساعات. إذن التنويم يفقد المريض وعيه، ويحدث الأمر نفسه عندما يموت شخص ويسأل الناس ما الذي حل بالروح؟ إلى أين ذهبت؟ وسوف أحاول مساعدتكم لكي تفهموا ما يحل بالروح أو المكان الذي تذهب إليه. ونحن نعيش في عصر الكمبيوترات وقد تتحسن حياتنا لو لم نستعملها، ولكن أعجز عن الجزم. على كل، سوف أشبه الكمبيوتر بالجسم لأنه مزود بلوحة مفاتيح وشاشة وبعض الرقائق المجهرية
وعدة قطع أخرى، وجميعا تكون الجسم، لكنه لن يفيدكم البتة، فهو موجود فحسب. أما إذا أخذتم الكمبيوتر ووصلتموه بالكهرباء، أعني لو أدخلتم القابس في المقبس، سوف يتنشط الكمبيوتر فجأة وسوف يؤدي بعض الوظائف. إذن لدينا جسم نصله بالكهرباء فيتنشط، وبإمكاننا تشبيه الكهرباء بنفس الحياة، إذ ينشط الكمبيوتر فجأة ويخولكم تخزين معلومات فيه. وفضلاً عن قدرتكم على تخزين المعلومات فيه، يمكنكم أن تطلبوا منه تزويدكم بتلك المعلومات. يزودكم بتلك المعلومات، وذلك بطرق مختلفة، وسوف يستعمل تلك المعلومات ويغيرها ويحولها وينفذ كل طلباتكم، وبإمكانكم إدخال كل تلك المعلومات. أما إذا فصلتموه عن الكهرباء، فما الذي سيحدث؟ لو فصلتموه عن الكهرباء، لن ينفذ أي من طلباتكم. إذن في حال جردتموه من الكهرباء أو من نفس الحياة، سوف يموت. والآن دعوني أطرح عليكم سؤالاً، بعد موته هل ستمحى المعلومات؟ ها؟ لا لا، فلو وصلتموه بالكهرباء من جديد، سوف تعثرون على جميع المعلومات. وفي حالة الإنسان، يرجع الجسم إلى التراب والنفس إلى الله الذي وهبه، ولا يعود الجسم موجوداً مبدئياً إلى أن يتشكل الجسم مرة أخرى ويدخل إليه نفس الحياة، وإذ بالدورة تبدأ من جديد، تبدأ من جديد، وإذ بالجسم يتحول إلى روح حية. وهذا ما ورد في الكتاب المقدس بخصوص ما يجري خلال حياتنا. وما لم نفهم هذه النقطة أصدقائي، سوف تخطر ببالنا أفكار في غاية الغرابة. ولدي صديقة يوم كانت ابنتها، لست متأكداً، ولكن ربما كانت بعمر الرابعة أو الخامسة، صحبتها إلى المقبرة لكي تضع باقة زهور على قبر عمتها. وإثر وصولهما إلى المقبرة، وضعتا باقة الزهور على القبر، وفيما كانتا واقفتين كانت الأفكار تدور في ذهن الفتاة الصغيرة، وإذ بها تشد فستان أمها وتقول: هل العمة بولي بالداخل؟ فأجابتها أمها: لا، ليست بالداخل، بل هي في الجنة. وبعد أن فكرت الفتاة الصغيرة لبعض الوقت، شدت فستان أمها وقالت: إذن لما نضع الزهور هنا؟ وبالطبع تفاجأت الأم فقالت: في الواقع جسم العمة بولي بالداخل، لكنها في الجنة. وبعد فكرت الفتاة الصغيرة لبعض الوقت، قالت: العمة بولي في الجنة من دون جسمها؟ وإننا نورط أنفسنا في شتى المتاعب عندما لا نفهم الكتاب المقدس بدقة. ومن الصور الواردة في الكتاب المقدس والتي توضح ما يحدث يوم عودة يسوع، سورة واردة في الإصحاح 13 من سفر حزقيال، وهو إصحاح ألفت أغنية بخصوصه عنوانها: عظام لا تحصى، عظام يابسة، هل تتذكرونها؟ وإليكم ما ورد في الإصحاح المذكور بخصوص الموضوع: كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاماً. إذن النبي حزقيال موجود في واد وهو مليء بالعظام، أصغوا. وأمرني عليها من حولها، وإذا هي كثيرة جداً على وجه البقعة، وإذن هي يابسة جداً، أي أن العظام موجودة هناك منذ فترة طويلة، وقد تعرضت لأشعة الشمس إلى أن جفت تماماً، وقد
طرح الله على حزقيال سؤالا بالغ الأهمية، فقال لي: يا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟ أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب، أنت تعلم، هل يعقل أن تحيا هذه العظام اليابسة؟ فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب، تنبأ على هذه العظام. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: هآنذا أدخل فيكم ماذا؟ روحا فتحيون، فتحيون. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: هآنذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب. إذن قال: سوف أحيي هذه العظام اليابسة، وإليكم ما حدث بعد ذلك. فتنبأت كما أمرت، وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه. هل تتذكرون الأغنية؟ صدر صوت جلجلة، وإذ بعظم الساق يقترب من الركبة، وإذ بعظم الورك. تعرفون تتمة الأغنية. إذن اقتربت العظام من بعضها البعض، وكانت الهياكل العظمية ممددة. حسناً، ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. إذن اتخذت الهياكل العظمية شكلا فجأة وكانت ممددة. كان لديهم أعين ولكن لم تبصر، وكان لديهم آذان ولكن لم تسمع، وكان لديهم قلوب ولكن لم تنبض، ولا كانوا يتنفسون. حسنا، فقال لي: تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح: هكذا قال السيد الرب، هلما يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. تعال أيها الروح يا نفس الحياة وهب على هؤلاء القتلى لكي يحيوا. وقد دخل نفس الحياة فيهم، وإليكم التتمة. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. إذن دخل نفس الحياة فيهم وعادوا إلى الحياة وصاروا روحا حيا، وقاموا على أقدامهم جيشا عظيما جدا. فتعلمون أني أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعاد إياكم من قبوركم يا شعبي، وأجعل روحي فيكم فتحيون. نعم، فتحيون. هل فهمتم الفكرة؟ هل استوعبتم ما قاله الله؟ قال إنه القادر على وهب الحياة، وإن الشخص يحيا بفضل المسيح، وما يستطيع فعله لأنه الخالق والله. وليست الحياة كمنة فينا، ولم يرد في أي مقطع من هذا الكتاب أن روحكم خالدة، ولم يرد ذلك يا أصدقاء، بل ورد أن الروح التي تخطئ سوف تموت. وليس أملنا كامنا فينا وفيما نحن عليه، بل في المسيح، فهو الذي يهب الحياة. لذا يجب أن نلجأ إليه ونثق به ونؤمن به، لأنه القادر على وهب الحياة. لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني،
أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. متى سيقيمه؟ في اليوم الأخير. ولم يرد هنا أن الإنسان يقوم فجأة بعد مماته، بل ورد أن الله سيقيمه بعد موته في اليوم الأخير، وقد كرر ذلك مراراً في الكتاب المقدس، وليس في مقطع واحد: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إذن يوضح موعد حدوث الأمر، ويقول إن من يؤمنون بيسوع المسيح ويموتون مؤمنين سوف يقومون من القبر في اليوم الأخير كما العظام اليابسة، وسوف يحيون ويوهبون الحياة من جديد، والإنسان الفاني سوف يوهب الخلود، يوهب الخلود. وفي الواقع يوم مات إليعازر اتجه يسوع إلى منزله، وفيما اقترب منه كانت مارثا سمعت عن مجيئه فخرجت لكي تلاقيه، وعندما وصلت إلى حيث كان يسوع قالت: لو كنت أتيت عندما بعثنا إليك الرسالة، لو أتيت آنذاك لما كان إليعازر مات، فليتك أتيت. وأجابها يسوع: يا مارثا، سوف يحيى إليعازر من جديد، وأريدكم أن تستمعوا إلى جوابها. فقالت له مارثا: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير، ولا خطب في نظريتها اللاهوتية. ويبدو أنها تعرف ما ورد في الكتاب المقدس، إذ قالت: أعرف أن إليعازر سوف يقوم في اليوم الأخير، وبالتالي لا خطب في نظريتها اللاهوتية. ولكن هل تعرفون أين كمنت مشكلتها؟ كان يسوع يحاول أن يقول لها: اسمعي يا مارثا، أنا هو القيامة والحياة، وأنا الذي أتمتع بتلك القدرة، وبوسعي أن أنطق وأحيا الميت. أنا هو القيامة والحياة. فقال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. ولو مات فسيحيا، مع أن الشخص قد يموت فسوف يحيا، لأن الحياة تكمن في المسيح وفيه وحده دون سواه. إذن تبين الليلة أن الروح مكونة من الجسم ومن نفس الحياة، والله هو الذي يهبكم إياها يا أصدقائي، وبالتالي يملك الحق باسترجاعها، وبإمكانكم أن تسيئوا استعمالها وتوقفوها بأنفسكم، وبعض الأشخاص يفعلون ذلك، كما قد تموتون على يد شخص آخر، فذلك محتمل، لكن الله هو الذي يتحكم بنفس الحياة. وثمة دليل يؤكد تلك المعلومة بنظرنا جميعا، فقد وفر القديس بولس حجة دفاعية، وهي أساس كل عقيدتنا يا أصدقائي الأعزاء، لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم، أنتم بعد في خطاياكم. إذن يقول: لو لم يقم المسيح من القبر لافتقرنا إلى الأمل، لأن أملنا يكمن في المسيح، لأن أملنا يكمن في المسيح، وذلك نتيجة لمجيئه وعيشه وموته وقيامته من جديد. وقد قال: أنا أهب الحياة وبإمكاني أن أخذها من جديد، لأنه الله، والحياة
تنبع منه. إليكم تتمة رسالة بولس: إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا. إذن لو لم يقم المسيح من القبر لا فني جميع الذين ماتوا مؤمنين على مر القرون، ولكن لا، فثمة دليل قاطع على قيامته من القبر في كلام الله، وفضلا عن ذلك الدليل ثمة أمثلة أو حالات متكررة حيث رآه الناس إثر القيامة وتأكدوا من كونه حياة. وأملنا جميعا في يسوع المسيح، هو هبتنا. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. لو اكتفينا بأملنا في يسوع المسيح ولم يحدث الموت والقيامة لصرنا معدمين، ولكن لسوء الحظ أخطأ الإنسان فحكم على الجنس البشري برمته بالموت. وأنا وإياكم كأرواح سوف نموت، فقد خسرنا الخلود وحكم علينا بالفناء. ولكن لحسن الحظ أن يسوع أتى وقال: سوف أخلصكم، سوف أخلص الإنسان وأهبه الحياة من جديد، ومع أنكم سوف تموتون يوما سوف تحيون مرة أخرى. لذا نتحلى جميعا بذلك الأمل، ولا داعي لأن نخشى، ما يخبئه المستقبل، بل علينا أن نكون واثقين بأنه صباح القيامة متى أتى يسوع. وقد ورد في الكتاب أن مجيئه سيكون مدويا ومصحوبا صوت الملاك الرئيس وبوق الله، وجميع من ماتوا مؤمنين بالمسيح سوف يقومون من قبورهم. لماذا؟ لأن الحياة تنبع منه، وهو الذي منحهم نفس الحياة، فصاروا أرواحا حية. لكن الناحية المذهلة يا أصدقاء هي انتفاء الموت، لأنهم سيقومون من قبورهم خالدين، والإنسان الفاني سوف يصير خالدا ولن يواجه مسألة الموت مرة أخرى على مر عصور الأبدية. وسوف ينتفي الموت ويزول من الوجود، لأن المسيح هو واهب الحياة. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. ويا أصدقائي، من المهم جداً أن نتبع جميعاً يسوع المسيح، لأن الحياة تنبع منه، وما من شخص آخر يستطيع وهبكم إياها بل يسوع المسيح وحده، فهو الذي يتحلى بالقدرة على خلق البشر والقدرة على النطق والنفخ على الشخص بحيث يحييه. يسوع يهبنا جميعا الحياة، وبالتالي ورد في الكتاب: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. أنفخ علي يا نفس الله. Breathe on me, breath of God, till I am wholly thine. Until this earthly part of me glows with
thy fire divine. لنصلي. أيها الآب السماوي، تبيننا الليلة أننا مجرد تراب، وأن بنيتنا ضئيلة وتافهة، وأنك الوسيلة الوحيدة التي ستتيح لنا التحلي بمادة ملموسة، ففي غيابك سنكون أشبه بالعشب ونتلاشى ونزول من الوجود، وسنمسي معدمين، ووحده يسوع المسيح سوف يهبنا الحياة. ونشكرك يا رب لأنك أحببتنا بالقدر الكافي وأتيت إلى هذا العالم ووهبتنا الحياة بحيث نحيا من خلالك ونحظى بوجودنا. وأقول لمن يتابعنا أينما كان، إن كنتم لا تعرفون يسوع المسيح كمخلصكم الشخصي، وإن لم يسبق لكم أن لجأتم إليه وتقبلتموه وقدمتم قلوبكم له وتلقيتم منه هبة الحياة بحيث تحيون حتى بعد مماتكم، أدعوكم اليوم بدافع الإيمان أن تلجأوا إلى المسيح وتقولوا: أود قبولك مخلصا لي وتقديم قلبي لك، لأنه ما من شخص يشبهكم في الكون، في كل الكون، وكل واحد منكم فريد ومميز ويستحق الخلاص. لذا أريدكم اليوم أن تقبلوه وتقدموا قلوبكم له وتقولوا: أجل يا رب، أريد أن أقبلك مخلصا لي. أيها الآب السماوي، بارك جميع الموجودين هنا لكي يلجأوا إليك بالإيمان ويستوعبوا الوعود التي يتضمنها كلامك ويدافع عنها ويقبلوك في قلوبهم مخلصا لهم، عسى أن يحظوا بالحياة. نشكرك على كل تلك الهبات باسم المسيح، آمين. Please consider what you can do for those who still don't know about Jesus. As the Holy Spirit impresses, you may send your tax-deductible gifts to Kenneth Cox Ministries, Post Office Box 1027, Loma Linda, California 92354, or call us toll-free at 888-747-1844. Thank you for helping us to bring the blessed hope to millions all around the world.